مستمعينا ومشاهدينا مرة أخرى مرحبا بكم على راديو ترونسيس. ضيفا اللي معنا اليوم فنانة طريفة وطريفة جدا معروفة بقمة الطرافة الشيخة تراكس، مرحبا بك معنا. بعجالة بغينا نعرفوا هالضجة اللي درتي مؤخرا وخصوصا في آخر كليب مع هادي الميلودي. الناس كل شي تفاجئوا وكل شي كيهضر عليك، ياك ما درتي داك شي ديال التجميل والنفخ؟ لا لا خويا، الحمد لله أنا ربي عطاني داك شي. الناس كيخسروا عليه الفلوس وانا الحمد لله طبيعيه في الفورمه ديالي واخده حقي. وانا كتباني ليا واخده حقك وحق لطيفه احرار. شوف راه كل واحد والموهبه ديالو وكل واحد وحقه، وانا الحمد لله عندي فائض في الموهبه، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك، انت خاصك تخلصي الضريبه على هاد الفورمه ديالك. المهم هضري لينا شويه، كيفاش جاتكم الفكره انت وعادي الميلودي باش درتوا هاد الملحمه هاد الاغنيه ديال حلوفه؟ والو عادي، كنا في واحد الخدمة شافني جالسة هو يقول لي ندير أغنية، قلت ليه مرحبا والحمد لله لقات نجاح. هادي غير شاف جالسة اقترع عليك أغنية، وقيل كون وقفتي كان اقترع عليك ألبوم. إذن لالا تراكس معنا في اتصال مباشر. سي عادي الميلودي، ألو تفضل. اختفاتي احسن تراكس في العالم، وتحية لكاع المستمعين والطاقم البرنامج. شكرا لك سي عادل، شنو تبغي تقول للمستمعين والجمهور ديالكم؟ انا عيطت باش نوضح للناس اللي كينتقدوا التراكس وكيهضروا غير البلا بلا ولا الفورما وداكشي، بغيت نقول لهم بان داكشي راه كله ديال الله، داكشي ديال الله. الناس راه خصهم يناقشوا الفن ماشي الشكل، والتراكس الحمد لله عندها مؤهلات وافيه في الفن. شكرا بزاف اخويا عادل على الشهاده ديالك، الهلا يخطيك. وبغيت نقول لك اختي التراكس ما ياثروش عليك المنتقدين، حيث راه هادوك اللي كينتقدونا دابا كانوا كيتسناو الكليب اكثر ما كيتسناو عيد الفطر. تهلاي ليا اختي فراسك وتهلاي ليا فراسك. شكرا اخويا عادل. شكرا لك الفنان عادل. استاذة تراكس قولي لنا دابا شنو القصة ديال ديك الجلسة المثيرة في الكليب؟ عادية، انا راه ما شطحت ما درت حاجة مثيرة في الكليب، ولكن راه ماشي التصويرة اللي دارت البوز، راه البوز اللي دار البوز. كنت غير كنصبن، واش تصبين تهوى فيه مشكل؟ وديك التصويرة غير بالصدفة دارت البوز اخويا. هاد الناس كما درنا معاهم مشكل، وقفنا مشكل، جلسنا مشكل. لا راك تانتيا درتي ديك الجلسة بالعاني، وفي خبارك دابا راكي سببتي مشكل كبير لصحاب الباك. علاش اخويا؟ حيت حطيتو البرومو ديال الكليب الموتيف ايام الباك، الدراري بقاو يتسناو الكليب كامل ما بريباراوش الامتحانات. دابا المخير فيهم عنده استدراكية بسببك لالا تراكس. خويا انا كنتمنى النجاح للجميع، وكنتمنى من اي واحد عنده البريباراسيون ولا ستاج ولا بيرمي من الاحسن ما يتفرجش في الكليب تيسالي الامتحانات. شكرا لك الفنانه ديالنا تراكس، شنو تبغي تقولي للمغاربه ككلمه اخيره؟ كنبغي نقول لجمهوري الغالي شكرا على دعمكم، والناس اللي كينتقدوا ويبسلوا يحاولوا يبغوني كفنانه ماشي كشكل، حيت راه وليت كنحشم نسخر شي واحد ونقول ليه سير قول شي واحد انا من طرف تراكس. علاش؟ حيت هاد الكلمه من طرف شيخ تراكس ولاو كيحسبوها تحرش، حيت الطرافه في هاد الوقت كتجيب غير المشاكل.